لو الحكاية فيها إن فيتو عبود احمد عبود كان عنده السكر تقريبك ايوه من واخد الحقنه من يوم الثلاث ما خدش كان بياخد انسولين ما خدش تاني من النهار الثلاث لحد دلوقتي ما خدش انسولين وماشي مستريح تمام يعني ايوه تمام طب في حد كان عنده فيروس ولا كانت رجليها مكتفه دلوقتي طلع السلمة كده ما بقتش في اي حاجه تمام يعني بعد ما خدها من يوم الثلاث اللي فات خدها انت منين انا من خدها مركز الناس منين خلاص بنسبة يعني مركز الناس من يوم التلاتة لغاية النهاردة ومن قال لك على هي احنا سامعين بالكلام ده من امس ايوه امس 6 شهور ان هي بتشكي فيروس سي والله العظيم حد جنبك حد لا احنا سمعنا فيه ناس كلمونا وشفت منها اللي عنده فيروس سي او اللي عنده السكر شفي منها تعرفهم يعني ايوه نسمع بيهم ايوه نعرفهم كويس وانت منين صمد برضه ما جاي ما والحاجة والله من هنا سيا وجاي عشان كده برضو حد طب حد شفتي حد يعني خد منه ايوه انا حد شفتي بس احنا بلد يعني لسه احنا اول ناس تيجي من القريه انت من بلدكم ايه المسيط في ناس جايه من حلوان وناس جايه من السويس وناس جايه من المنيا من جميع المحافظات جايه للموضوع ده ماشي شكرا يا حاج عندهم امل ان هي برضه كده يعني ما تروحوا تقفوا هناك عند الباب ما تروحوا انتوا مش جايين تاخدوا حاجه روحوا اقفوا هناك هي دي؟ ايوه هي دي عشان الارض يا باشا حضرتك لو عايز تصور اللبن اهو يعني بتاع اللي هو دلوقتي بتحلب في الصفحة واخر النهار دي انت عرفتوها ازاي بقى عرفتوا ال انا مبات مع ابو رضا اي ابو رضا عرفت ان ازاي اتولدت لنا نزل لها ضره كده فيها لبن زي نفس الطريقه احنا الاول احنا فكرنا ان ده مرض ولا اي حاجه وفجأنا بقى بندوش فيها لقيناها لبن تمام بس في واحد خد نسيب خد منه شويه واتصل على واحد خد اللبن حلله قال لك لعلاج الفيروس وعلاج السكر. فيروس السكر. بس فمن ساعة بدأنا بقى بالموضوع ده من ساعة. كلام الدكتور قال لك ان اللي هو السرنجة ياخدها يكون صايم. صايم؟ يكون صايم. بعد ساعة يعني في حد خد وجرب وصحي والتحليلات عندي. قال لي يكون صايم وياخدها. بعد ساعة ياكل. تمام. وبعد كده بعد 13 يوم يعمل تحليل PCR يجيب لك صوره القديم وصوره من بعد ما خد اللبن ومشيت على هذا النظام وعندي التحليلات بتاعت كل اللي خد الناس اللي خدت وفي ناس لسه ما جابش التحليلات وربنا بيكرمهم ثبت ان السرنجه بتعالج لغايه 3 مليون في الفيروس في ناس بقى عندها 5 مليون 8 مليون 9 مليون بالطريقه دي لما بيجيب لي صوره التحليل بديله جرعه ثانيه بكرر له نفس الجرعه الجرعه قد ايه؟ الجرعه قد ايه؟ سرنجه 5 سم 5 سم طب مين اللي حدد لك ال 5 سم دي؟ الدكتور اللي عمل التحليل اللي عمل التحليل ده هو متخصص يعني في انا ما اعرفش انا ما قابلتهوش شخصيا عشان برضه بحضرتك تبقى عارف النظام ايه بالظبط اللي حصل كالاتي هو لما خدوا السرنجه خدوا سرنجه حللوها قال لك هتصل بكم ثاني يوم اقول لكم ايه النتيجه بتاعت اللبن ده تمام وبناء عليه اتصل قال نفس الكلام ده مشينا على نفس النظام في ناس بقى ربنا بيكرمها اللي بيكون 3 مليون مش عارف 4 مليون بياخدوا السرنجه بيروح منه الفيروس. بيعملوا تحليل ويطلع سلبي. ايوه ما التحليلات عندي وحضرتك هتصورها. وفي كذا كده جت صورت التحليلات عندي. تمام. وعليها ارقام تليفونات الناس. بدات انا بقى الموضوع ده من يوميها لغايه امبارح. فطبعا بقى من ضغط الناس عليها ده جالي ناس من السعوديه. ومن ليبيا. ومن الاردن ومن اسمها دي المغرب ناس جت خدت برضه وفي ناس اتصلت بيها بالسعوديه قال ان ربنا كرمهم وشفاهم. بيجي لك من دول عربيه كمان مش محافظات ايوه ده جميع انحاء الجمهوريه جاني هنا واسوان والاقصر والكلام ده واجي بحري الليبيه الشرقيه المنوفيه كل جميع المحافظات شمال سيناء جنوب سيناء في ناس جت وخدت.
متشكرين يا ابو عيد. يعني جميع العرب اللي في سيناء كلهم برضه جو خدوا. متشكرين جدا.